رمضان الخير مع عمرو الليثي على نجوم اف ام. اهلا بحضراتكم مره تانية في رمضان الخير، ومعكم عمرو الليثي على نجوم اف ام 100.6 للتواصل مع البرنامج على رقم 1006، ومنتظرين اتصالاتكم التليفونيه ورسائلكم. ونقرا رساله بتقول: انا معوقه، عملت كذا عمليه واختي ايضا مريضه، وبسبب العلاجات والعمليات علي شيك بس مش معايا ان انا ادفع، وصاحب الشيك هيشتكيني، ارجوك انقذني من البهدله. الحاضر باذن الله هنكلمك على طول بعد الهواء على طول ان شاء الله. شكرا. رساله الاخرى على الكلام الجميل، شكرا كتر خيركم. في رساله كمان: انا محمد اللي بعت من شويه بخصوص القرض، والله هو كنت واخده عشان شغل بس حصل ظروف بس البنك. هنكلمك يا محمد ونفهم بالظبط الموضوع ايه بالظبط. في رساله بقى: انا اسلام، ممكن تكلمني؟ حاضر يا اسلام، هنكلمك. في تليفون معنا، تليفون نقول. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام. بحضرتك يا استاذ عمرو. الحمد لله يا فندم. برنامج رمضان الخير. اهلا بيك. حضرتك طيب؟ وحضرتك طيبه يا فندم. اهلا بحضرتك. مين معايا؟ صباح الشحات. طالبه، انا خليك مطلقه ومعايا 3 بنات. عندي اكبر بنوته عندها 11 سنه، الثانيه داخله مدرسه السنه دي، ومعايا واحده عندها 3 سنين. وطالبه من حضرتك اذا تخصمت عليا اسبوع ملابس عشان اقدر اصرف عليهم. انا مطلقه ومعايا 3 بنات. حضرتك مش بتشتغلي مدام صباح؟ لا والله يا حضرتك انا مش بشتغل يعني، الحمد لله. مقيمه فين حضرتك؟ يعني حضرتك معلش يا بص اقول لحضرتك حاجه، انا مكسوفه جدا. انا بشتغل عند حضرتك وعند غيرك يعني كده، بس هي في الامتي شيء ليه فن؟ انا حضرتك يعني بشتغل عند حضرتك وعند غيرك يعني عشان اقدر اربي بناتي. بتشتغلي حضرتك يعني في المنازل يعني؟ كنت اشتغل في المنازل، لكن دلوقتي انا حضرتك بناتي داخلين مدرسه، انا ما عنديش وقت ان انا اروح اشتغل عند حد. وحضرتك انت عارف لما هروح اشتغل عند حد حضرتك عايز الصبح، وانا عندي اثنين دلوقتي داخلين المدارس، وحضرتك انا مش هقدر اقوم هنا وهنا. من فضل حضرتك اذا كرمت عليا، عايزه مشروع ملابس ان انا اكل بيهم بناتي وبكون قاعده في وسطيهم عشان اتابعهم. بعد اذن حضرتك في برنامج رمضان الخير. بعد اذن. طيب عموما بصي صباح، يعني حاضر ان شاء الله. انت مقيمه فينا صراحه، انت من القاهره ولا منين؟ انا من القاهره. واحده من القاهره. منين من القاهره؟ انا حضرتك بتاعت تحتي ابو النمرس. طب بصي صباح، ان شاء الله هنكلمك حالا بعد البرنامج، واحنا من خلال مؤسس واحد من الناس. انت عايزه مشروع ايه ممكن تشتغلي فيه؟ مشروع ملابس. بعد اذن حاضر هنعمل لك مشروع ملابس. حاضر ان شاء الله باذن الله. هتكلمك الاستاذه بسمه من عندنا من البرنامج، تتواصل معاكي، وبدل ما تشتغلي في البيت ان شاء الله او في البيوت، تشتغلي في مشروعك انت ان شاء الله باذن الله، وربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. حاضر. عينيا يا ستي. حاضر. معلش انا اسفه جدا لحضرتك. لا يا ستي، اذا كرمت عليا اقف جنبي. حاضر. عشان تعرف البنات مسؤوليه جامده قوي. لا والله حاضر. عينيا الاثنين. وانا عايز اعرف، هو والدهم مش بيصرف عليهم ولا ليهم نفقه؟ والله ابدا، وحياه الشهر المفترض ولا بيدوني جنيه واحد. حضرتك معاكي مؤهل دراسي يا استاذة صباح ولا؟ لا انا جاهله. انا جاهله مش متعلمه خالص. لا خلص ان شاء الله. حاضر. بس احنا هنجيب لك المشروع وهنعلمك برضو حد يدربك ازاي تعرفي تمسكي دفاتر وتشتغلي ازاي في البيع والشراء ان شاء الله. وربنا يفك كربك ان شاء الله، وسلمي على اولادك يا رب. ورمضان كريم عليك يا ست. شكرا جزيلا. انا معايا حضرتك بسمله ومريم ورقيه. ربنا يخليهم لك. رمضان كريم، وطمني هتكلمك على طول حالا دلوقتي ان شاء الله. شكرا. لا ان شاء الله. ومشروع مقدم من مؤسس واحد من الناس الخيريه. شكرا جزيلا. يعني الحقيقة أنا عايز أحكي